مكسب مهم قوي وهو حسين الشحات. حسين الشحات لعب تقريبا الشوط الثاني كله بعد اصابه جيرالدو في الشوط الاول. ابتدينا نحس كده ان حسين الشحات راجع، ابتدينا نحس بقدراته وفنياته العاليه جدا، ولعيب في الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي واثق فيه بشكل كبير جدا. بالتالي حسين ايضا من المكاسب الكبيره، وباذن الله الفتره الجايه كمان يكون افضل وافضل. وحسين اعتقد بس هو محتاج ثقه وهدف كده كويس، وهتلاقي الامور اتغيرت تماما، وهتلاقي كل الكلام اللي بيتقال على حسين دلوقتي هتسمع عكسه على طول لما باذن الله يكون متالق بالشكل اللي منتظرينه. واعتقد امبارح كانت البدايه بالنسبه لحسين الشحات، لكن في الحقيقه مستوى حسين الشحات هيكون مهم قوي قوي مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. ومستوى اي لاعب الفتره الجايه في قائمه النادي الاهلي لما يكون مستواه مرتفع ويكون مركز بشكل كبير ويكون مدرك مدى اهميه المرحله ومدى اهميه الفوز ببطوله الدوري هذا الموسم، باذن الله كل لعيب هيفرق مع النادي الاهلي بطريقه كبيره جدا جدا. يعني ده اللي احنا ان شاء الله متوقعينه ومستنيينه خلال الفتره الجايه.